مقولة مشهورة قوي بتقول لك ايه؟ بتقول لك النسيان نعمة، وفعلا النسيان نعمة في حالة لما تحب تنسى موقف وحش حصل لك، حد عزيز عليك توفى، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن في اللغة خالص، الذاكرة في اللغة من العوامل الأساسية اللي انت محتاجها عشان تطور اللغة بتاعتك، عشان تظبط اللغة بتاعتك. على الاقل واجب انت محتاج تحفظ كلمات، هتحفظها ازاي وانت ذاكرتك ضعيفه؟ المشكله بقى ان الناس فاكره ان انت لازم تبقى الذاكره بتاعتك قويه وجباره وملهاش حل عشان خاطر تقدر تتعلم لغه واتنين تلاته. خليني اقول لك المثال قصادك اهو، انا بتكلم بتحدث اكثر من لغه ومش فاكر انا اكلت ايه امبارح. الموضوع جاي منين؟ في الفيديو دوت لو انت فضلت معايا هشرح لك شويه اسرار انا قدرت استخدمهم واطبقهم في حياتي، فرقوا معايا كتير جدا. الموضوع ازاي تستخدم الذاكره بتاعتك وازاي تطورها، مش خالص الموضوع اذا كانت ذاكرتك ضعيفه او قويه. احنا ليه بننسى الاول؟ خليني بس يعني اجاوب على السؤال دوت. احنا عندنا نوعين من الذاكره، حاجه اسمها شورت ميموري، تمام، شورت تيرم ميموري ولونج تيرم ميموري، يعني ذاكره قصيره المدى وذاكره طويله المدى. الطبيعي ان العقل بتاعك مش هتقدر تكبره، دايما المعلومات الجديده بتتحط في الشورت تيرم ميموري. هدفنا النهارده من كل التكنيكس اللي احنا هنستخدمها ان احنا ننقل المعلومات من الشورت تيرم ميموري، من الذاكره القصيره لللونج تيرم ميموري، تمام. اللونج تيرم ميموري اللي فيها اسمك اللي صعب تنساه طبعا، اللي فيها العنوان اللي انت عايش فيها، اللي فيه رقم المدام. السر الاولاني نمبر 1 سبيسد ريبيتيشن، يعني التكرار على مراحل. ايام زمان، وخلوني بس اجيب الورقه ديت، كنا بنعمل ريبيتيشن برضو تكرار بس بطريقه ثانيه مختلفه خالص، اللي هو ايه مثلا؟ يعني انا عندي كلمه زي هنا وكنت حافظ معناها بالعربي ايام الهاي سكول، سنه عامه اقول لك ايه؟ هابي زي ويت. اوكي، وبعدين بتقعد تعمل كده دماغك تقريبا عشان بتدلدق المعلومات ولا ايه، ما تفهمش. المهم الاسلوب ده خاطئ تماما، بتقعد تكررها، لو قعدت تكررها طول اليوم برضو انت شغال على الشورت تيرم ميموري او الذاكره القصيره. ده اسمه ريبيتيشن، بس ريبيتيشن بهبل، بتقعد تكرر كلمه مره او مرتين او ثلاثه او لمده دقيقه او دقيقتين او ثلاثه، وده ملوش قيمه. المهم انك تبص عليها مره او مرتين بس بتركيز في خلالها اول 5 ثواني، وبعدين تعمل الورقه دي كده. المفهوم بقى اللي احنا جايين نتكلم عليه اسمه السبيس ريبيتيشن او التكرار على فترات زمنيه متباعده. يعني انت عاوزنا نعمل ايه؟ عاوزك تبص على الكلمات، لو انت بتحفظ كلمات مثلا النهارده او فوكابولاري، عاوزك تبص عليها كلمه مره واحده لمده ثانيتين او ثلاثه، ثاني مره تبص بعدها بساعه، ثالث مره تبص بعدها ب 24 hours يعني بعد 24 ساعه، رابع مره هتبص بعدها ب 2 weeks اسبوعين، وخامس مره هتبص عليها على الكلمات اللي انت حفظتها دي اخر الشهر. كده انت بتنبه اللي بيحصل كالاتي، السيكريت او السر في الموضوع، انت بتنبه البرين او العقل بتاعك ان الكلمات دي ما ينفعش تفضل موجوده في الشورت تيرم ميموري، في الذاكره القصيره، لانها مهمه بدليل ان انت بصيت عليها مره واثنين وثلاثه بس على فترات زمنيه متباعده، ولازم تتنقل ساعتها للونج تيرم ميموري، تمام. ده السبيس ريبيتيشن. الاسلوب ده لو مش واكل معاك او حاسس انه خنيق او عاوز سكادجول، انا عارف، استنى السر التاني اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، ممكن يبقى محتاج مجهود اقل من السبيسد ريبيتيشن. طيب تاني سيكريت معانا حاجه اسمها في الانجليش اكتيف فوكابولاري وباسيف فوكابولاري. مشكلتنا واحنا بنذاكر، وحاول تسترجع معايا المعلومات كده، ايام زمان كنا بنذاكر انجليش او اي لغه كنا بنجيب عمود فيه كلمات بالعربي وعمود تاني فيه كلمات بالانجليش، عينينا دايما كانت بتروح على الكلمات اللي بالانجليش ونبص بعد كده على ترجمتها بالعربي. دوت بيطور حاجه اسمها الباسيف فوكابولاري. الباسيف فوكابولاري يعني ايه؟ يعني الكلمات اللي لما تشوفها تعرفها لكن لما تيجي تتكلم ما تقدرش تستدعيها. لكن الاكتيف فوكابولاري معناها الكلمات اللي انت بتستخدمها على طول. المشكله عندنا ان احنا لما كنا متعودين نذاكر زمان، ودي حاجه ناس كتير مش عارفينها، ان انت كنت متعود دايما تبص على الكلمات اللي بالانجلش الاول او ايا كان اللغه الفرنسيه او الالماني، وبعدين ترجع تبص على ترجمتها بالعربي. ما دربتش دماغك، يعني حاول كده تعكس العمليه، حاول تبص على الكلمات اللي بالعربي الاول وتشوف معناها بالانجلش، ده هيساعدك جدا في الكونفرسيشن، لان انت بتعود دماغك انك تبص على لغتك الام الاول وبعدين تبص عليها بالانجلش. فورس انجلش انتو يور لايف، يعني دخل الانجليزي في حياتك بالعافيه. مثلا خلينا نديك مثال، خلينا نقول انك بتحفظ النهارده شويه adjectives، عندك صديق مثلا او جار، اوكي، كورني يعني فوق الغلس بشويه، هي صفه، كورني واحد غلس جدا. حاول تربط الانجليزي بحياتك، كل ما تشوفه حاول تردد في سيرك وتقول الراجل ده كورني. او مثلا لو بتحفظ النهارده شويه مصطلحات،
انا كنت متعود، كنت اعمل حاجه لما كنت بتعلم انجلش الاول، كنت مثلا انزل وحاطط في جيبي 10 ايديومز 10 مصطلحات في ورقه كده معناهم بالعربي وبالانجلش. لما اقعد مثلا في موقف واحد اكلته خفيفه فاقول مثلا هي ايتس لايك ا بيرد، اطلع من دماغ الايديوم او اطلع من جيبي فروم ماي بوكيت الايديوم وابتدي اقراه. او مثلا ايه، واحد صاحبي اتعمل فيه موقف تمام كان هو عمله في حد قبل كده، فاقول مثلا ايه وات كومز اراوند جوز اراوند كما تدين تدان وهكذا. كنت ارجع البيت اخر اليوم وانا قايل الايديومز دول بالانجلش بس رابطهم بموقف في حياتي. فيها كمان تكنيك تاني مهم جدا اسمه، طبعا اغلب الناس شغاله في الكورسز في مصر عارفين حاجه اسمها رول بلاي تمام، يعني بنقف ونعمل مسرحيه ومش عارف ايه. في بقى تكنيك جديد طالع اسمه ريل بلاي، يعني مثلا بتجيب الاثنين ستودنتس قصاد بعض وتخليهم يمثلوا موقف حصل لهم من حياتهم، مشكله حصلت له في البنك وهو راح يسحب المرتب بتاعه امبارح، يبقى عندنا تو كاركترز، عندنا هو وعندنا الراجل شغال في البنك او البانكر ايا كان. لو انت ما دخلتش الانجليش في حياتك غيرت الموبايل بتاعك كمان انجليش و try to surround your life with English، حاول دايما تحيط حياتك بالانجليزي. تكنيك رقم 4 اسمه word whips or word connection، انك ازاي توصل الكلام ببعضه. المشكله عندنا في ايه بقى، انك لما بتيجي تحفظ كلمات حتى من ايام زمان بتحفظ الكلمه كده in isolation، فالكلمه بتبقى loose يعني مدلدله ملهاش حاجه تتحط فيها او حته في الدماغ تثبت فيها. لا انت حطيتها في situation في موقف، ولا انت قلتها في جمله meaningful، وجمله لازم تبقى مرتبطه بحياتك مش مثلا جمل هبل زي مثلا اللي بشوفها في الكتب the sky is blue السماء زرقاء، ما هي لازم تبقى زرقاء، ايه الهبل ده او مش عارف ايه. يعني لازم دايما الكلمه تتحط في ويب يعني شبكه. زي مثلا ايه افكار ثانيه، احفظ الكلمه والانتونيم بتاعها المعنى المضاد، زي مثلا بلاك اند وايت، احفظ الكلمه والسينونيم والمرادف بتاعها عشان الدماغ بتاعتك بتفكر كده، بتفكر دايما جروبنج كلاسترز يعني عناقيد، زي عناقيد العنب كده بتبقى مرتبطه. لازم دايما بالطريقه دي، اوعى تحفظ كلمه لوحدها. كمان لما تيجي تحفظ الكلمه في الانجليش لازم تبقى عارف هي ادجكتيف صفه في الانجليش ولا ناون ولا اسم ولا ايه. دي برضو نوع من انواع الوورد ويبس عشان تحطها في الفئه بتاعتها. ليه بقى؟ في ناس مثلا هقول لك غلطه بيجي يقول لي مثلا ايه ريفيجن ذا ليسن، انا هراجع الدرس، فهو قال ايه؟ هو قال اي ويل ريفيجن، انا المراجعه النهارده، ريفيجن يعني مراجعه مش هراجع. الغلطه ان هو مش عارف ان ريفيجن ما بصش عليها وعارف انها ناون، هو افتكرها فيرب واستخدمها كفيرب فعشان كده استخدمها في الجمله غلط. المفروض نقول I will revise. المهم الجروبنج ايا كان والطريقه اللي انت هتعمله بيها مهم جدا ان انت تجمع الكلمه وضدها الكلمه والمرادف بتاعها، تحط الكلمه في جمله ليها معنى. اوعى تحفظ كلمات في الانجليش كده وخلاص. نمبر 5 فويس ريكورد يور سيلف، سجل لنفسك. اوكي مهم جدا 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 انك تسمع صوتك. يا ريت لو انت كنت بتعمل برزنتيشن في الكلاس تقول صاحبك يصورك ولما تروح البيت تتفرج على نفسك تاني. الموضوع ده يفرق معاك جدا في الذاكره، لان تصحيح التيتشر ليك ساعة لما انت شغال ما بيبقاش ليه قيمة كبيرة قوي، هتنسى بسرعة لانه شورت ميموري، ده غير انك بتبقى مركز في حاجات تانية كتير، مش عارف مكسوف من ايه، هو صحح لي ليه، مش عارف مين اللي متضايق مني. جول كلاس بيبقى فيه حاجات كتير قوي ما بتبقاش واخد بالك منها وما بتبقاش منشطة الذاكرة بتاعتك اللونج تيرم ميموري. اكت اوت موفيز، مثل افلام في الانجلش او في اي لغة اللي انت عاوز تتعلمها. تمثيل الافلام مهم جدا بس المهم يبقى احساسك عالي تمام، عبلة كامل واقفة بتمثل حاجة زي كده، عاوز تحس المشهد وتتفرج عليه مشهد يكون قريب منك جدا. ليه بقى؟ لو انت جه واحد في الانجليش وراح جاي ضربك بالقلم وقال لك سلاب يعني يلدع واحد قلم على وشه، صعب تنساه. لو انت كنت عطشان جدا وعاوز تشرب واحد جه قال لك روح قول له I am thirsty انا عطشان، وانت حاسس بيها وانت احساسك عالي هيبقى صعب جدا انك تنساه. الفيلينج اثبتوا علماء المخ والاعصاب ان هو لما بيرتبط باللغه او المشاعر بتخش مع اللغه الموضوع بيفرق كتير جدا في انك تفتكر الفوكابولاري تمام. في تكنيكس تانية كتير بس عشان وقت الفيديو هحاول اعملهم في فيديو تاني. لو الفيديو عجبك طبعا شير اند لايك اند دونت فورجيت سبيك اب، طلع اللي جواك. يلا سلام.